إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما شرعه الله في هذا الشهر المبارك صلاة التراويح، وذلك في أول الليل. ومن أراد أن يتزود من آخر الليل ما شاء الله فإن ذلك زيادة خير، ولكن صلاة آخر الليل العشرين الأول هذه ترجع إلى الأفراد، كل منهم يصلي ما تيسر له، إضافة إلى صلاة التراويح في أول الليل. أما في العشر الأواخر فإن السنة والسلف الصالح كانوا يتهجدون في آخر الليل مع صلاة التراويح، يصلون أول الليل صلاة التراويح ويصلون آخره صلاة التهجد، ليحيوا هذه الليالي المباركة الشريفة عشر الأواخر، يحيوها بالصلاة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر كان في أول الشهر يصلي وينام، إذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضة عليه الصلاة والسلام، كان يوقظ أهله ويشد مئزره ويحيي ليلة عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، المراد بذلك قيام التراويح وقيام ما تيسر معها، إيمانا أي تصديقا بثوابها وفضلها لا رياء ولا سمعة، واحتسابا طلبا للأجر الذي وعده الله فيها. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالمؤمن يحتسب هذه المغفرة ويطلبها. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأرجع الأمر إلى الإمام، فالإمام هو المتحمل للجماعة ولإحياء المسجد، فعليه مسؤولية في هذا الأمر. إذا دخل رمضان فليتهيأ وليقم بما شرع الله له ويشجع الجماعة ويحيي المسجد الذي هو فيه بصلاة التراويح، تهجد في آخر رمضان. فإن بعض الأئمة الكسالى في هذا الزمان الذين يدعون العلم يكسلون عن صلاة التراويح وعن التهجد، بل ربما يقولون إنها بدعة لأجل أن يستريحوا منها، يلجأون إلى البدعة. إذن صار الرسول صلى الله عليه وسلم مبتدعا، لأنه صلى بأصحابه ليالي من رمضان وأثبت السنية لهم والجماعة، ثم لما خشي أن تفرض عليهم تأخر عنهم، فصاروا يصلونها جماعات متفرقين، ما تركوها بل استمروا عليها، حتى جاء عمر رضي الله عنه في خلافته فجمعهم على إمام واحد
كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم. فعمر أعاد السنة، أحيى السنة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يجب عليه أن يقوم بالإمامة على الوجه المشروع، وأن لا يحرم الجماعة من صلاة التراويح، ويلجأ إلى الكسل وإلى التماس المعاذير. بعضهم يذهب للعمرة ويعتكف ويترك المسجد الذي تكفل بإمامته، وهذا عدم قيام بالأمانة التي حملها وتحملها. فإما أن يقوم بالإمامة كما شرع الله، وإما أن يترك الإمامة لغيره. أما أن يحتجز الإمامة ولا يقوم بها ويلوذ بالأعذار وأنه أعرف بالسنة من غيره وأنه وما يعرف السنة أصلا، لكن يريد أن يبرر لنفسه هذا الكسل، هذا لا يجوز له. الواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن لا يحرموا الجماعة من صلاة التراويح، وأن يصلوها بهم على الوجه المشروع ليحصل الأجر لهم ولمن خلفهم. لأن الإمام إذا أحسن فله أجره وأجر من يصلي خلفه، كما في الحديث: صلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. الإمام عليه مسؤولية، فلا يجوز أن يتولى الإمامة إنسان كسلان وإنسان مهمل، بل لا يتولاها إلا من يقوم بها، لأنها أمانة تحملها فليقم بها. ثم على الإمام أن يسمع المأمومين القرآن كله، ما يقتصر على أول القرآن أو على سور منه ويقول الختم ما هي بواجبه. هذا من جملة الأعذار الواهية، إلا الختمة مشروعة، إنك تسمع المأمومين، وهكذا كان السلف يعملون هذا، فيوزع القرآن على الليالي حتى إذا جاء آخر الشهر إذا هو قد انتهى منه فيختمه. هكذا كان هدي السلف الصالح، أنهم يقرؤون القرآن كله في صلاة التراويح والتهجد، ويختمونه في آخر الشهر، فلا يسيطر الكسل على هؤلاء الأئمة المعاصرين. لا نقول كلهم، لكن نقول كثير منهم، وبعضهم يقتدي ببعض ويتهربون من صلاة التراويح ومن التهجد، ويلتمسون لهم الأعذار الباردة. هؤلاء عطلوا المساجد ولم يقوموا بما تحملوه، وحرموا من خلفهم من صلاة التراويح، عطلوا فضائل كثيرة. هكذا يفعل الكسالى. وأما أهل الجد والاجتهاد فإنهم يفرحون بهذا الشهر ويحيون لياليه بالتراويح والتهجد والصلاة من آخر الليل، يختمون القرآن، يقرؤونه كله في الصلاة، يوزعونه على الليالي حتى يسهل عليهم ويسهل على من خلفهم، ويتلذذ الجميع بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فالإمام إن أحسن فله أجره وأجر من خلفه، وإن أساء فمن خلفه مأجورون وهو مأثوم والعياذ بالله، لأنه لم يقم بالأمانة التي تحملها. فهذه مسؤولية وهي الإمامة،
كان الأئمة يعرفون بالجد والاجتهاد في مساجدهم طيلة حياتهم. فيه ناس يتولون الإمامة وهم شباب ويستمرون معها إلى آخر العمر حتى تعرف المساجد باسمهم، فيقال مسجد فلان ومسجد فلان، لأنه كان إماما فيه وعرف به لملازمته لهذا المسجد حتى عرف به كأنه هو الذي بناه، لأنه نعم هو بناه بالطاعة وبناه بالعبادة وأحياه فصار ينسب إليه، وهذا شيء معروف عند الناس إلى عهد قريب يسمون المساجد بأسماء الأئمة الذين يصلون فيها لأنهم لازموها وبقوا فيها إلى آخر أعمارهم، يلتمسون الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة عظيمة، طاعة عظيمة، مغنم من المغانم. والإنسان يعود نفسه، إذا عود نفسه اعتادت وألفت وتلذذت، وإذا أطاعها في الكسل والخمول والراحة شردت به عن طاعة الله عز وجل. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والاستقامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.